بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، أخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير وأفضل حال. جايلكم بفيديو جديد النهاردة إن شاء الله، هنتكلم عن فضل الصدقة. والصدقة يا أحبابي مش إن أنت تخرج شيء مادي بس، مش فلوس بس، الصدقة ممكن تكون كلمة جميلة، الكلمة الطيبة الصدقة. الصدقة ممكن تكون يعني إن أنت بتشيل حاجة ممكن تأذي حد، إماطة الأذى عن الطريق صدقة. الصدقة ممكن تكون ابتسامة، تبسمك في وجه أخيك صدقة. يعني ما شاء الله اللهم بارك، الكلمة الطيبة صدقة، إماطة الأذى عن الطريق صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة، وداووا مرضاكم بالصدقات. طبعا أحاديث كتير جدا عن فضل الصدقة، يعني مهما نتكلم ما شاء الله اللهم بارك، يعني حاجة جميلة جدا. فاحنا النهاردة بإذن الله يا أحبابي هنتكلم عن فضل الصدقة، وهنقول قصتين مع بعض. ممكن القصص تزيد على حسب الوقت زي ما احنا متعودين، لو لقيت الوقت هيطول معانا عشان ما اطولش عليكم هنقصر في الفيديو، ولو لقينا الوقت متاح معانا هنتكلم بإذن الله. وعشان تشوفوا قصص اكتر ادخلوا على الفيديوهات القديمة، هتلاقوا قصص اخوات كانت بتحكيها ان هما لما كان بيتصدقوا ايه التغير اللي حصل في حياتهم. نبدأ بالصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. فضلا يا احبابي قبل ما نبدأ الفيديو، لايك وشير واشتراك والدال على الخير كفاعله، ويلا نبدأ الفيديو مع بعض. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. الصدقة من أفضل الصدقات إنك تتصدق باليمين الطيب اللي ربنا يفرح بيه. قال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. سيدنا عمر ابن عبد العزيز كان بيشتري السكر وبيتصدق بيه، ولما اتسأل عن السبب قال: إني أحب السكر. بلاش البواقي يا أحبابي، بلاش الحاجات الرديئة، بلاش القديم، الحاجة اللي قيمتها في عينك ما تسويش حاجة. يعني للأسف لما حد بيكون محتاج مثلا ملابس بنروح ملابس بنروح ندور على أقدم حاجة مثلا مش محتاجينها ما عادش تنفعنا وبنديها للفقير مثلا أو للمحتاج أو كده. طيب ليه ما تطلعش من الشيء اللي انت بتحبه؟ ما هو الحاجة اللي بتحبها دي هي اللي هتفضل لك. تصدق باللي تقبله على نفسك واللي تفرح بيه، وتصدق تذكر دايما ان الصدقة واقعة بين يد الله قبل ان تصل الى المتصدق عليه. السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تضع المسك على الصدقة. ليه يا احبابي؟ لانها تقع بين يد الله اولا، والله جميل يحب الجمال. تاني حاجة يا أحبابي، إياك والمن بالصدقة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه: ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. كون إن أنت تقول ده أنا عطيتك أو تدوها له كده واللي هو يعني كأنك بتمن عليه لا يا أحبابي، إحنا بنمن على نفسنا، إحنا اللي محتاجين الصدقة. أنت بتديله الصدقة عشان أنت اللي محتاج الأجر ده، أنت بتعمل لنفسك، يعني أنت مش بتعمل حاجة أصلا زيادة. ما تبوظي الصدقة بالمعايرة أو إنك تحسس اللي قدامك ده إن أنت بتتفضل عليه أو بتشيله جميلة مثلا. ما تنسوش بقى يا حبيبي، الكلمة الطيبة صدقة، وابتسامتك في وجه أخيك المتصدق عليه برضو دي صدقة. يعني أنت بمجرد يعني انت ممكن تعمل 3 صدقات في خطوة واحدة. انت بتدي له حاجة، هو بتدي المحتاج حاجة. كون ان انت ابتسمت في وشه فدي اتحسبت لك اجر صدقة. كون ان انت قلت له كلمة طيبة فدي اتحسبت لك اجر صدقة. كون ان انت طلعت حاجة وعطيتها له فدي صدقة. فشوف ما شاء الله اللي هو بقى ايه، 3 في 1، يعني شوف كم الاجر، يعني اللهم بارك. طبعا دايما لما تبتسم لحد في الطريق حتى لو ما تعرفهوش، من باب جبر الخواطر، من باب ان تبسمك في وجه اخيك صدقه، انه خير. بس انت كبنوته ما تروحيش تبتسم الشاب وتقولي الابتسامه في وجه اخيك صدقه، لا طبعا يا احبابي، تمام كده. والكلمه الطيبه الصدقه، والاقرب منهم الاولياء بالمعروف. قولي لمامتك كلمه طيبه، قولي لاخواتك، قولي لزوجك، قولي لبناتك، قولي لاولادك. يعني احنا محتاجين يا احبابي والله الكلام ده، الكلمه الطيبه صدقه فعلا، وبترفع من روحنا وبتخلي الدنيا جميله جدا. الامام الغزالي رحمه الله يعني قال حاجه جميله قوي: من لم ير نفسه احوج الى الفقير من حاجه الفقير اليه فقد ابطل صدقته. وما تنسوش يا احبابي ان الله الغني بفضله، ونحن عباد الله، وما تتصدق به هو ما يبقى لك، وما يبقى لك فهو ليس لك. يعني انت مثلا يعني عندك كست بيت بقى وشغاله في المطبخ، عندك فرخه،
طلعتي منها مثلا ورك فرخة لله، اتبقى كام؟ 3/4 فرخة. يبقى اللي هيتبقى لك في الاخر هو الربع اللي انت طلعتيه ده، واللي استنى في البيت هو ده اللي خلاص ما بقاش متبقي. هو ده المعنى. ما تنسوش يا احبابي ان الصدقة تطفئ غضب الرب كما تطفئ الماء النار. سبحان الله. الحديث ده جميل قوي. لو واحد مزعل حد عزيز عليه وعايز يراضيه، بيحاول يشوف ايه الحاجة اللي بيحبها ويعملها له عشان يرضى ويمتص غضب. ولله المثل الاعلى. الصدقة يا احباب تطفئ غضب الرب، غضب الرب. فانت ممكن تتصدق بنية ان ربنا يغفر لك ذنب، بنية طبعا ما تنسوش داو مرضاكم بالصدقات. يعني انت لو تعبان تصدق بنية ان ربنا عز وجل يشفيك، وان شاء الله ده هيكون سبب في شفائك. الله يسترضى بالقليل ويحب المقبلين. سبحان الله. فبرضو يا احبابي، يعني كان في دكتور صيدلي بيقول ان انا كان كل فتره كده واحد بيجي لي بروشتة وبيقول لي احسب لي العلاج ده شوفه لي بكام، فيقول له بكذا، وبعدين الراجل ايه يمشي. فجي في مره من المرات قال له يا حاج انت لو مش معاك تمن العلاج عرفني، يعني على سبيل المثل انه هيساعده او كذا. فقال له لا انا ماشي بمبدا داوم مرضاكم بالصدقات، انا بكشف والدكتور بيكتب لي على العلاج، فانا بشوف العلاج ده ثمنه كام وبطلعه لله صدقه بنيه الشفاء، وربنا بيشفيني على كده. فشايفين يا احبابي، اللهم بارك، يعني احنا في حاجات يعني غايبه عن عقلنا وان شاء الله تنفعنا يعني. فالصدقه اجرها عظيم جدا، واحنا في اشد الاحتياج اليها في همومنا واحزاننا وتعبنا وكل مشاكلنا اللي احنا بنمر بيها. ففي قصتين معانا بقى هنقولهم. بتقول قصة حصلت لي يا إخواني، الصدقة 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 والله إنها بفضل الله تصرف عنك السوء. اليوم بفضل الله تعالى سلمت من حادث تصادم خطير جدا بفضل الله تعالى، ثم بصدقة كلها ب3 ريال بس. يعني قابلت واحد محتاج عند بوفيه، محتاج عند بوفيه، وبيقول ما عنده عشاء وجعان، طلبني اشتري له سندوتش وعصير، واخدت له معايا وعطيته ومشيت. وبعدها ب10 دقائق تقريبا طلع لي صاحب سيارة عند التقاطع ودخل في خطي وانحرفت عنه، ما ادري كيف، كأن شخص اخر يسوق بدالي، وخرجت بره الخط وسلمته من الكارثة. والله إنه ربي اللي صرف عني الحادث، وإن ما هي مهارة ولا خبرة اللي أنقذتني، وإن مالي فيها أي تصرف أو سبب، إنه ربي سبحانه وتعالى. إحنا نهمل الصدقة وهي شيء عظيم، وتحفظنا بحفظ الله تعالى. نصيحة لي ولكم، لا تهملوها ولو كانت بشيء يسير، ولو بشق تمر يا أحباب تصدقوا. فسبحان الله، لعل الله عز وجل نجاه من الحادث ده بسبب الصدقة اللي هو لسه متصدقها دي. يعني كانت في أخت بتقول برضو، كنت في العربية وفجأة غفلت، نمت ما حسيتش بنفسي، فبعد فترة صحيت لقيت الناس في فزع شديد والناس مخضوضة ومرعوبة في ايه، اتاري ان في حادثة حصلت وربنا نجاهم منها. فبتقول برضو لعل اذكار الصباح والمساء، لعل الصدقة، لعل شيء الله عز وجل نجاني، على الرغم ان هي اصلا ما كانتش بتنام ولا حاجة، بس سبحان الله الله عز وجل يعني انجاها من رعب الموقف او من الفزع اللي كان هيحصل لها ده. فما تقولوش يعني ايه يعني مجرد خوف، لا، لو انت رايح امتحان بتكون محتاج تروح هادي مش متوتر ولا كده، فكون ان انت تتوتر وتروح على امتحان وتتأخر فكل ده كان هيأثر عليك نفسيا. فانت ما تستقلش بأي شيء، دايما قول لعل الله نجاني من بسبب حسنة عملتها، سواء صدقة سواء ذكر سواء اي شيء. القصة التانية يا احبابي قصة اخرى عن فضل الصدقة، حد بيقولها يعني بيحكيها شخصيا. يعني بيقول قبل 2 عامين من الآن بشهر رمضان كنت حزينة جدا، لأن في شهر العيد عندنا أعياد كتير ومناسبات، وأنا ما عنديش أي حاجة أقضي بيها لأي مناسبة، لبس تقريبا يعني عندي مبلغ بسيط. نزلت انا وامي اخدنا ملابس للبيت، وكنا راجعين في طريقي شفت شايب محتاج، يعني تقصد تقريبا يعني رجل كبير، واعطيته ما قدر الله له، ولو ان المبلغ كان بسيط بس ما عنديش غيره. اقسم بالله العلي العظيم ما كملت كيلو ماشي على رجلي الا وصلت رسالة على جوالي، تم ايداع مبلغ 10,000 ريال سعودي
وهو مبلغ مقطوع من الضمان الاجتماعي كنت مقدمة عليها قبل سنتين ونسيت أمرها. ومش بس كده، في نفس الشهر زارونا معارف لينا وهم طالعين تركولي ظرف، ولما فتحته تركولي ظرف ولما فتحته لقيت فيه مبلغ لا يقل عن 3000 ريال. والله العظيم أنا ما عندي مصدر دخل ثابت، لكن عمري ما عانيت والحمد لله من فاقة أو فقر، ما شاء الله دايما متيسرة وبوفرة وكأن موظفة براتب عالي. لكن المرات اللي بعدت فيها عن الله، خدوا بالكم يا المرات اللي بعدت فيها عن الله ولهتني الدنيا، عانيت فيها من القل والحاجة والضيق. نصيحتي الصدقة لوجه الله في الرخاء والضيق من أسباب تيسير الأمور ودفع البلاء. فعلا يا أحباب، الصدقة من أسباب تيسير الأمور ودفع البلاء. ومش شرط تتصدق يعني في وقت الشدة، بس تصدق برضو في وقت الرخاء. ما تنسوش يا أحباب فضل الصدقة، جميل جدا جدا. وعندنا يعني آلاف القصص وعندنا أحاديث كثيرة جدا تتحدث عن الصدقة، ولكن يكفينا القدر ده إن شاء الله عشان ما نطولش عليكم. تصدقوا يا أحبابي بكلمة، بابتسامة، بشق تمرة، بإماطة أذى عن الطريق، أي شيء أي شيء. أهم حاجة تنمو خيرا وتحتسبوا الأجر كده من قلبكم لله عز وجل. أسأل الله تعالى أن يتقبل مني وإياكم كل أعمالنا الصالحة وأن لا يجعلها هباء منثورا. أسأل الله تعالى أن يتقبل مني هذا العمل وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم. ومش هطول عليكم أكتر من كده يا أحباب، فضلا شير ولايك واشتراك، واللايك اللي بتحطه إن شاء الله يكون في ميزان حسناتك، بما إنك احتسبت الأجر لله إن الفيديو يوصل لغيرك وبالدال على الخير كفاعله. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.